أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون真的，安拉的朋友们将来没有恐惧，也不忧愁，他们就是信道而敬畏的人，在今世和后世，他们都将得到佳音。安拉的诺言是毫厘不爽的，那却是伟大的成功。你不要让他们的胡言乱语而使你忧愁，一切权势归安拉，他却是全聪的、全知的。真的，天地间的一切却是安拉的，舍安拉而祈祷许多配主的人，他为你们创造了黑夜，以便你们在夜间安息，又创造了白昼，以便你们在白天能看见东西。对于能听忠言的民众，此中确有许多迹象。他们说，安拉以人为子，赞颂安拉超绝万物。他是无求的，天地万物都是他的。你们对于此事并无明证，难道你们可以假借安拉的名义而妄说出自己所不知道的事情吗？你说假借安拉的名义而造谣的人是不会成功的，这只是今世的享受，然后他们只归于我，然后我将因他们不信道而使他们尝试严厉的刑罚。